لو بتحب الجوردن 1 في كولر واي معينه الناس كلها بتكون عايزاها، فبالتالي السعر بتاعها بيكون اغلى، زي الكورت بيربل، الباين جرين، الشاتر باك بورد، والبريد تو. بس السنيكر اللي معانا النهارده لو كان نزل مثلا من سنتين او 3 سنين السعر بتاعه يكون غالي جدا، فانت تقدر تجيب السنيكر ده وتلحقه قبل ما السعر بتاعه يغلى. تعال نبص بص عليه. اول حاجه هنبدا بيها هي الاوفيشال نيم للسنيكر، هو جوردن 1 هاي ريترو او جي يلو تو. بس طبعا في ناس بتسميه جوردن 1 تاكسي، ممكن تقدر تقول عليه كده، ده هيظهر لك على طول. تاريخ الاصدار للسنيكر ده نزل 24/9/2022. بالنسبه للريتيل برايس بتاع السنيكر هو كان $180. انا مش عارف هم ابتدوا يغلوا الجوردن 1 بطريقه غريبه جدا، يعني انا لحد علمي ان هو كان ب $160 علوه $170 دلوقتي علوه $180. بس انا شايف برده ان هم مش كتير على السنيكر دوت. السنيكر ده كان بينزل 1985 ب $14، فاللي هو يعني كمان بقت ب $180 دلوقتي. المشكله انك لو عايز تجيبه دلوقتي مش هتدفع $180 اصلا فيه، ان هو سولد اوت، فهتضطر تدفع الريسيل برايس. الريسيل برايس بتاع السنيكر دوت هو يتراوح ما بين 200 ل 240، فانت بتدفع في حدود $40 ل $50 ماكسيمم عشان تقدر تجيب السنيكر ده بالريسيل برايس. انا شايف ان هو بالنسبه للسنيكر زي دوت كريسيل فاليو ليه قليله جدا مش عاليه، فهو $230 في السنيكر ده مش كتير حاليا، صدقني مش كتير. السنيكر ده هيعدي عليه كام سنه هيوصل ل $500 ل $600 لانه مش هيبقى فيه منه كتير والناس كلها اخدته. اما بالنسبه للاوفيشال كولر واي بتاع السنيكر هو جاي بتاكسي بلاك وسيل زي ما انت شايف. طبعا انا بحب يكون السنيكر فيه كريم او سيل كولر بالنسبه للابيض، لان الابيض بيخلي السنيكر شويه بتاع باسكت بول، ما بيخلوش شويه ويربل. انا شايف السنيكر ده ويربل جدا، تقدر تلبسه على اي حاجه، مش اي حاجه، بس انت ممكن تماتش الاصفر هيكون تو ماتش، بس انت لو لبست عليه كله مثلا اسود هيبقى جامد قوي صدقني. السنيكر ده على بنطلون اسود وتيشيرت اسود او هودي اسود، وده بقى اللي هيتكلم من تحت، فاهم؟ هل ده اول مره ينزل الكالر واي ده؟ لا، الكالر واي ده نزل 2018، كان كولابوريشن مع باند اسمه شاين داون، بس نزل نفس الكالر واي للسنيكر دي بالظبط، بس في علامه تعجب اللي هو اللوجو بتاعهم. والسنيكر ده كان سعره غبي، يعني سعره غالي جدا، يعني ما تعرفش فعليا ما حدش عارف يجيبه من كتر ما هو سعره. دي جي خالد صور بيه صوره عرف ان هو يجيبه. Ain't believe in us. God did. السنيكر ده كان غالي ليه؟ لانه كان هو فريند اند فاميلي، مش نازل للناس. عملوا منه بالظبط 23 فرده للسنيكر، فما عملوش منه كتير، فالسنيكر ليميتد فشخ. وتعال نخش بقى على الديتيلز وندايف ان في الماتيريال بتاعت السنيكر، لان دي الماتيريال بتاعته مهمه جدا وفيها تفاصيل كتير جدا. يلا بينا. اول حاجه في الشوز ده هتكلم كماتيريال. الماتيريال بتاعت الشوز ده يعني انت بتشم ريحه جلد، كل الشوز معمول من جلد طبيعي وجلد كويس جدا كمان. طبعا زي ما انت عارف ان الجلد بيكون ليه طبقتين، اللي هي الطبقه اللي من بره اللي هي بتبقى سموث ليذر اللي هو بيبقى الجلد ناعم، ومن جوه بيكون اللي هو السويد ماتيريال او سويد ليذر. السويد ليذر بيبقى دايما فيها شعر ومطلعه شعر كده، ودي بتبين ان الليذر ده فعلا بيكون جينوان او بيكون فعلا اصلي. فلو خدت بالك من هنا في التو بوكس هتلاقي دي حاجه تبين يعني، وطلع كده يعني بطريقه عشوائيه ان الجلد اللي من جوه من ظهره طالع منه الشعر، وده بيبين برضو ان السنيكر ده معمول بكواليتي ليذر كويسه جدا. انا شفت ناس قبل ما اشتري السنيكر ده قدروا يجيبوه ايرلي بير او قدروا يجيبوه قبل ما ينزل، فكانوا بيقارنوه بالشاتر باك بورد. الشاتر باك بورد نزل 2016 وكان هو الوحيد اللي بيناطح التورتل دوف اول ما يجي ابتدى ينزل. يعني الشاتر باك بورد معروف لحد وقتنا هذا اللي هو الستاندرد للليذر كواليتي، بمعنى ان لما حد مثلا يقول لك ايه الشوز ده الليذر بتاعته او الجلد بتاعه ناعم وجلد طبيعي والكواليتي بتاعته حلوه جدا، فبتلاقيه بيرد عليه بيقول له هو شبه الشاتر باك بورد كواليتي. فالستاندر للجود كواليتي معروفه في الجوردن 1 الشاتر باك بورد. اما شفت ناس بتتكلم على ده قالت ان ده قريب جدا من الشاتر باك بورد كواليتي، بس التو بوكس من هنا كان التاني الجلد بتاعه اكتر احسن من ده، بس بيتقارنوا ببعض. فاللي هو ستيل كجوردن 1 بتدفع فيه ريسيل فاليو، حتى ستيل ريسيل فاليو مش كتير بالنسبه للكواليتي ده 100%. انا اجيب الشوز ده ايفن ريسيل برايس. انا جبته ريتيل برايس، كنت محظوظ اقدر اجيبه ريتيل برايس، كنت مستني اليوم ده قبليها بسنه، كنت عارف ان ده هينزل، كنت عارف ان ده هينزل بريتيل برايس، دفعت فيه $180 مش كتير، وفي نفس الوقت كسنيكر زي ده
الريسيل فاليو بتاعته برضه ستيل مش كتير. تعال نشوف الالوان اللي موجوده فيه. اول حاجه تاخد بالك منها السنيكر هو مليان اصفر، يعني السنيكر اصفر في التو بوكس، اصفر من ورا، حتى اصفر من اللوجو اللي هنا اللي قدام نايكي اير، جامده جدا معروفه. و الانسول معمول بطريقه جديده، انسول ده انسول جديد يعني انا ما شفتوش قبل كده، ممكن يكون نزل في اي اصدار تاني بس فور ناو انا ما شفتوش. كوشنينج اكتر من اي جوردن 1 عادي بينزل، غريب شويه لان لونها اسود من ورا دايما بتكون لونها ازرق، فدي حاجه جديده موجوده فيه. انا شايف الانسول ده احسن من الانسولز اللي كانت بتنزل في الريسنت جوردن اللي فاتت. يعني اللون اصفر مكمل تحت هنا في الاوتسول جاي باللون اصفر، وده الستاندرد اوتسول لاي جوردن، يعني اي جوردن 1 هتشوفه كده الاوتسول كده بالظبط، ما فيهوش اي حاجه، مش جاي برباط تاني معاه، جاي برباط بس اسود. انا شايف برضو ان هو انت مش محتاج تحط اي الوان تانيه لانه الشوز فيه الوان بتعمل ستاند اوت، يعني الوان صفراء في كلر بلوكينج جامد، فالالوان الصفراء اللي فيه مش محتاجه انك تحط لون تاني، ممكن تحط ابيض بس ستيل انا شايف الاسود هيكون احسن حاجه للسنيكر وهو ما جاش معاه الوان تاني. جوردن 1 لوجو زي ما انتم عارفين دايما بتكون جايه منقوشه هنا، نفس الستاندر نفس كل حاجه، كواليتي وايز كلر واي برده ستيل انا شايف ان هو كويس جدا. بس انا كده خلاص الفيديو، اتمنى ما كنتش رغيت كتير في الموضوع، انا كنت عايز بس اوضح كل المعلومات اللي انا عارفها بالنسبه جوردن 1 يلو تو اي كي اي تاكسي. اشوفكم في فيديو جديد وسنيكر جديد، واستنوا فيديو تاني هتكلم على ايه الجوردن 1 اللي تقدر تجيبها بسعر حلو، فاستنوا الفيديو دوت. ولسه في سنيكرز تانية حتى اعملها ريفيو، قولوا لي في الكومنتس حابين تشوفوا ايه، حابين تشوفوا مثلا ازاي تنضف سنيكر، ازاي تحط تعمل ليسز للسنيكر، اي حاجه، ايه الاكسسوارات بتاعت السنيكرز، قولوا لي في الكومنتس عشان اعمل لكم الحاجات دي عشان ابقى ايه معاكم في الموضوع، ما تسيبنيش انا عمال اعمل حاجات كده في دماغي، فاهمني؟ شوفكوا يا جدعان تاني، سلام عليكم.